مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في برنامجكم مع الناس. زي ما انتم عارفين ان مع الناس دايما بيكون في قلب الشارع المصري، وطبعا كلنا عارفين الازمه اللي بيمر بيها العالم كله، ولكن خليني اتكلم على الشان الداخلي المصري. عندنا مشكله كبيره جدا، وهي طبعا لما حصلت الازمه بتاعت فيروس كورونا بقت عندنا مشكله في البطاله. بقوا في ناس من اصحاب العماله اليوميه كانوا طبعا قاعدين في بيتهم، في حين طبعا ان الدوله كانت بقدر الامكان بتحاول ان هي توفر لهم طبعا يعني اي نعم مش مبلغ كبير، ولكن شهريه بيقدروا ان هم يصرفوها. لكن انا كنت دايما بقول ان احنا لما بنقول ان بطاله، كنت بقول انها بطاله عقول وليست طبعا بطاله في الشغل، لان اللي عايز بيشتغل بيخترع لنفسه حاجه، بيعمل لنفسه اي شيء، المهم ان هو بيشتغل والمهم ان هو بيبتكر. والدليل على كده طبعا نجاح اكتر من تجربه سوريه هنا في مصر. وعلشان كده النهارده يمكن عندي مبادره حلوه قوي، مبادره اسمها التعمير للشباب. التعمير للشباب يعني مبادره قائمه على الشباب، مجموعه شباب، خلينا نقول مجموعه شباب مهندسين، فكروا ابتكروا خططوا ازاي يكونوا واقفين ومساندين في للدوله بتاعتهم، ازاي يقدروا يحلوا مشكله بطاله، ازاي يقدروا ان هم يساندوا ويساعدوا الشباب ويقولوا لهم ان احنا موجودين معاكم، وان اي حد عايز يتجوز ممكن يتجوز باقل تكلفة، ممكن ان هم يساعدوه وكمان ان هم يعملوا بعض التخفيضات. خليني ما مطولش على حضراتكم كتير، ولكن خليني ارحب طبعا بالمهندسين اصحاب مبادرة التعمير للشباب. معانا مهندس عمرو عادل المدير التنفيذي للمبادرة، اهلا بحضرتك. وكمان مهندس محمد الحناوي مسؤول الدعاية والتسويق، اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. وكمان ايضا المهندس احمد زكي مسؤول التعاقدات والتسليمات. انت اهم واحد، انت انت اللي بيحصل معاك المشاكل كلها اكيد ساعه التعاقد طبعا. طيب خليني اتكلم في البدايه طبعا مع حضرتك، بما ان انت المدير التنفيذي للمبادره، خلينا نتكلم مبادره التعمير للشباب. دي عباره عن ايه، وايه الخدمات اللي انتم بتقدموها للشباب؟ مبادره التعمير للشباب هي احنا شركتين، شركه مديول انا صاحبها، وشركه الرحاب. كنا لسه حرقت اللي احنا كنا نقول عملتوا كيمستري ما بينكم وبين بعض. فكرنا ان احنا نساعد الشباب ونعمل مبادره لتشطيب الوحدات السكنيه. بدانا مبدئيا بكومباوند اسمه دجله بالمز. كومباوند دجله بالمز ده انا قاعد ساكن فيه والمهندس احمد ساكن فيه، قاعدين فيه تقريبا حوالي عدد الوحدات اكتر من 24000 وحده. فكرنا لقينا عدد الوحدات اكتر، الوحدات المتشطبه تقريبا ما تكملش 2000 او 3000. فكرنا انا والمهندس احمد ان احنا نساعد الشباب في ظل الازمه اللي احنا فيها، ان احنا نساعد الشباب في التشطيب. قعدنا درسنا الموضوع اكتر من شهرين. ان احنا كنت لسه هقول لك، انت بتتكلم تقريبا 2000 وحده هم اللي كانوا جاهزين، يعني معناها ان كان في عدد وحدات، في عدد وحدات كبيره، لان دجله كبيره مش 24000 وحده بالظبط، يعني اكتر كمان. وان انت تقعد تعمل دراسه، ان انت بتتكلم لكام، بتتكلم في 24000 وحده، انك تقعد تعمل دراسه ومقايسه بتتكلم فيها من يعني من اول يعني ايه فروم زاد مثلا، فالموضوع صعب مش سهل. درسنا المواد الخام اللي هنستخدمها، الصناعيه ندربهم ازاي، العماله نجيبها ازاي. احنا دربنا اكتر من 200. معلش هقف مع حضرتك عند ندرب العماله اليوميه، تدربهم على ايه؟ اولا في ظل الكورونا اللي احنا فيها، خدنا احتياطاتنا الامنيه في ظل الكورونا. بدانا ندربهم على الشغل على اعلى مستوى، للشغل الفني. بدانا نجيب عماله ندربها. بعد كده فكرنا بقى بمواد الخام، قعدنا سعرناها، لقينا ان سعر التكلفه هيكلف 35000 للوحده السكنيه، اللي هو للشباب اللي هو بنتكلم فيه 68 متر صافي للوحده. 68 متر صافي للوحده. الخدمات اللي بنقدمها ان احنا السعر 35000 ده شامل المصنعيه وشامل مواد على اعلى مستوى، تاني مواد على اعلى مستوى، الصناعيه المدربه، يعني انت ضربتهم بالشكل اللي هو ما حدش يقدر يعني يعترض عليكم في اي حاجه. بالظبط. طب هنا طلعت الفكره وطلعت المبادره وبدانا. نيجي بقى للجزء التسويق والدعايه طبعا مع حضرتك مهندس محمد، صح كده؟ بدانا ان احنا خلاص بدانا الفكره، طرحناها، بدانا ننفذ. تمام. حته المكان، الجزء ايه بقى بتاعت التسويق؟ بدات حضرتك تسوق لها ازاي؟ هو حضرتك جزئيه التسويق احنا مش عايزين نحط تكلفه مضافه على العميل، فاعتمدنا ايه على السوشيال ميديا. انا ممكن اعمل لينك، العميل بيدخل يسجل بيانات الوحده وبياناته، بتواصل معاه
اتواصل معاه، ببعت له مثلا المقايسات، ببعت له سابقه اعمالنا، ببعت له كافه كل شيء، وببدا اتواصل معاه ومش بسيبه يعني، حتى بعد ما بيتعاقد ببقى على تواصل معاه برضه لغايه دلوقتي. انما الوسيط حضرتك بيبقى في مبلغ بيتضاف على العميل، احنا طبعا بنقلل التكلفه. تقول اللي هو السمسره يعني، انت يعني منك للعميل، من العميل مباشره دايركت، مش محتاجه وسيط، انا بقلل التكلفه على العميل. تمام احنا طبعا حطينا اللينك، اول ساعتين لقينا اكتر من 150 وحده يعني خلاص في اقبال، الموضوع بدا يشتغل والاقبال عليه بصراحه يعني جوه مصر وخارج مصر يعني. شاب بدا يجي لكم ناس من بره القطاع تطلبونا وكده، شاب مثلا بيبقى معلش يعني شقيان بره في دول الخليج عايز يتجوز عايز يشطب، التسهيلات طبعا كلها بقولها له. بس احنا بقى عندنا شباب كتير رجعوا من الخارج، بقى عندنا يعني لو احنا كان عندنا بره ناس كتير بداوا الناس يرجعوا مره ثانيه، وعايزين بقى يبقى ليهم استقرار ويبقوا موجودين هنا ثاني. تمام. فبدات ان انت تعمل له المقايسه بتاعته. بتواصل معاه لو طلب مني اي تسهيلات، احنا معايا برجع للمهندس احمد او المهندس عمرو، الراجل مثلا معاه نص المبلغ بيبدا يتعاقد، المبلغ اللي بيدفعه بيتذكر في العقد، بياخد بيه وصل كل شيء. تمام. ده معنى الكلام ده ان ممكن ان هو ما يدفعش فلوسه، يدفعها على اجزاء. بالظبط. تقصد تقول ان انت عامل له دفعات. نظام دفعات. مش تقسيط. لا دفعات مش تقسيط، دفعات بيبقى مع تقدم الايه؟ الاعمال في الشقه بتاعته. تمام. وبمشي معاه، ولو في حاجه مثلا بيبقى عايز يزودها او كده دي بقى خارج الباكج اللي انتوا متفقين عليه، خارج الباكج عشان يبقى برده الكلام واضح يعني. نروح بقى لجزئيه التسليم، ودي بتبقى بتهيألي اصعب مرحله، لان طبعا ان انا النهارده لو حد دافع جنيه انا ببقى عايزه اشوفه اثنين مش ثلاثه، يعني اثنين ثلاثه. فخليني اتكلم وقت التسليم. طبعا اكيد بيبقى فيه قبل التسليم كل الحاجات اللي حضرتك بتتفقوا عليها بتكونوا مسجلينها في بنود اساسيه. نيجي نقول هو بيدفع كام وبيستلم ايه؟ شوف حضرتك، احنا بالنسبه لنا طبعا في مؤيستين احنا عاملين عليهم، احنا شغالين على مؤيسه، مؤيسه اولى سوبر لوكس ومؤيسه ثانيه سوبر لوكس. المؤيسه الاولى دي هي تكلفه، عفوا مؤيستين، مؤيستين لوكس وسوبر لوكس. تمام. المؤيسه الاولى دي هي 35000 جنيه اللي هي اللوكس. المؤيسه شامله كل البنود مذكوره في العقد ومذكوره كل التفاصيل بكل الماتيريال اللي احنا بنستخدمه. والمؤيسه الثانيه اللي هي السوبر لوكس برضو نفس الموضوع يعني. طب ايه الاختلاف بين الاثنين بقى؟ الاثنين هو بص حضرتك يعني في فرق 10000 جنيه تقريبا ما بين اللوكس والسوبر لوكس. ده ما بيأثرش على الماتيريال في حاجه خالص، هو الموضوع بس هو الديكوريشن الاخير. اللي هو مثلا لو عايز مثلا يعمل يضيف اضاءه مثلا معينه، عايز يغير مثلا نجاره بدل كده يعني بدل بالظبط يعني بالظبط كده بالظبط. فهو الموضوع ما الحاجات الاساسيه زي سباكه زي كهرباء زي دهانات كل ده ثابت، واحنا الحمد لله شغالين تقريبا بشركات ثابته برضو. الوانات السيراميك بتكون، هل بتكون ستاندر كل شقق واحد ولا بتغيروا في الشقق؟ لا 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 خالص، احنا اولا في طبعا عملاء بيجي وبيبقى عايزين حاجات اضافيه احنا بنعملها وده باتفاق، زائد ان احنا النهارده لما بنوصل مثلا لبند الدهانات ده من اختيار العميل، احنا بنقول له انزل مركز الدهانات اللي هيعجبك واختار اللون اللي هيعجبك واديني الكود وانا هشتغل عليه، ما عنديش مشكله خالص. تمام. بالنسبه للسيراميك احنا النهارده لما بنيجي نتعامل مع العميل بنبعت له الكتالوج بتاع السيراميك وهو اللي بيختار، عايز ينزل المعرض ويختار بنفسه ينزل معرض ويختار بنفسه. ولكن في باكج معين هو المفروض ما يعدهوش، لو عداه يدفع الفرق، فرق زي ما يكون يعني. تمام. زائد ان احنا برضو المؤيستين دول، عايز اقول لحضرتك المؤيسه ال 35000 اللي احنا حاطينها دي هي الطبيعي بتاعها ان احنا مثلا المؤيسه تتشطب ب 60000 جنيه، ده الطبيعي بتاعها. فاحنا عاملين الوفر، الوفر ده جاي منين؟ الوفر ده جاي لما جينا ابتدينا المبادره انا والمهندس عمرو، قعدنا تقريبا بتاع شهر ونص بنتفق مع موردين، بنجيب اقل اسعار، بنجيب بنتفق مع المقاولين اللي هيشتغلوا معانا، ومش اي مقاولين برضو، المقاول اللي هيقدر يديني الكواليتي اللي انا عايزه، مش اي مقاول، لان انا يهمني جدا النهارده حضرتك جاي تشطبي معايا، انت بتشطبي مع مهندسين مش مع مقاولين، فيهمني اديكي كواليتي نظيف، ماتيريال كويس، اديكي في الاخر بالمبلغ اللي حضرتك دفعتيه اعلى كواليتي ممكن باقل التكاليف.
وهو ده الهدف من الموضوع. انا النهارده لما هزور حضرتك هتشطبي شقه التعاقد بتاعها ب 60 70 الف جنيه، فبالتالي هتشطبي هتتعدي ب 35 ب 50% هتدفعي ال 35 الف دي بدايه التعاقد. انا النهارده بقول لحضرتك ادفعي ال 35 الف وما بشروطش على حضرتك هتدفعي كام في الميه مقدمه، 50% 25% 10%، وبقدر التوقيت الطبيعي العادي بتاعنا بيقول ان انا بشرط بسلم الوحده في 35 يوم. 35 يوم مسلمك الوحده. تمام. النهارده حضرتك لو مش هتقدري في اقل من شهر ونص، النهارده لو حضرتك مش هتقدري تدفعي المبلغ ده في خلال ال 35 يوم عادي خالص، ممكن اخليك المده شهرين، ممكن اخليها لك ثلاثه. تمام. ده يعني تقصد تقول انت بتعمل له التسهيلات علشان خاطر هو حسب الفلوس اللي معاه انت هتقدر تدفع لي لاخر مثلا دفعه تكون امتى؟ بالظبط كده، صح كده. طيب وقت التنفيذ، خليني ارجع طبعا للمهندس عمرو، وقت التنفيذ هل بيبقى فيه امكانيه مثلا للكلاينت او العميل نفسه يشوف شكل الشقه بتاعته قبل ما يستلمها؟ يعني مثلا انا النهارده الشقه دي مثلا بتتكون من ثلاث غرف مثلا وريسبشن مثلا وتراس زي ما يكون، هل حضرتك ممكن تعمل له مثلا يعني تقوم بقى بدور الديزاينر مثلا، تعمل له الديزاين اللي هو هيستخدمه او اللي هو هيشوفه على الطبيعه؟ احنا عاملين من ضمن المبادره حاجه مجانيه، ان احنا في امكانيه ان احنا نعمل 3 دي ماكس، ان العميل يشوف الشقه 3 دي ماكس. ده بيكون من ضمن الباكج ولا ده من ضمن الباكج مجانا مننا؟ كويس جدا. ان احنا بنسيبه يختار الوانه، يحطها في شوفين، يعمل الديكورات بتاعته، بنعملها مننا مجانا، ان هو يشوف تشطيب شقته قبل ما يتم التنفيذ. ده مننا للعميل مجانا. بس هو طبعا بيديك المواسير، بيديك المساحات بتاعت العفش وبناء على اساسها انت بتبدا تشتغل، صح كده؟ بالظبط. بس وبعد كده بيتم التنفيذ مرحله مرحله، وعلى على على المخططات اللي بيتم التنسيق مع العميل بيها ونسلمها له على هذا الاساس. دي اثناء الشغل بتاع حضراتكم طبعا، دي قبل التشطيب طبعا، بتاخدوا الشقق دايما على المحاره. تمام. نص تشطيب، بناخدوا نص تشطيب، ودي مراحل التاسيس. يبقى ده معناه ان حضراتكم ما بتاخدوش مثلا، يعني عشان برضو الناس تبقى فاهمه، ان انت مش بتاخد شقه كده فرد، انت بتاخد يعني كامباوند مثلا مقفول، او بتاخد مثلا يعني كذا حاجه، مش شقه، عشان ممكن يجي لنا اتصالات مثلا او حاجه بعد الهوا، برضو حابين نوضح النقطه دي، هل بيبقى بالشقه ولا بيبقى بالكميه؟ والله احنا اول ما عملنا المبادره ديت احنا كنا بنقول يعني احنا عشان نقدر نوفر ماتيريال بسعر كويس لازم اشتري من المورد كميه. فطبعا المبادره كانت بتبتدي ان احنا بنناشد الناس ان احنا محتاجين في البدايه 100 وحده سكنيه ونتعاقد معاهم عشان نقدر نوفر ماتيريال بسعر كويس ونقدر نعمل الخصومات اللي احنا عاملينها. والحمد لله احنا من ساعه ما ابتدينا المبادره في خلال اربع ساعات احنا كان معانا حوالي لا يقل عن 150 وحده سكنيه، فده كان سهل علينا الامور كتير جدا ان احنا نبدا بسرعه، ومش فارق معانا بقى اللي جاي بعد كده كام شقه في اي مكان، مش فارقه معانا خالص. احنا كنا عايزين اللي هي الطلعه الاولى ان يكون معانا عدد من الشقق كويس نقدر عشان تقدروا توفروا الماتيريال بتاعها بسعر كويس، بالظبط، تقدروا تاخدوا من الموارد اقل سعر، فتقدروا ان انتم تقدموه كمان للعميل عموما بالسعر المناسب. ده حقيقي. طيب ده هيخلينا نروح لجزئيه الدعايه والتسويق للمهندس محمد. دايما بيقولوا على التشطيب بتاع الشركات بيبقى يعني مش ولا بد، وبتبقى اخطاء كتيره جدا في التشطيب. خليني بس اكمل الجزئيه المهمه. لو عميل اعترض، هل العميل من حقه ان هو يشوف اثناء التشطيب معاكو؟ طيب لو هو شاف على الطبيعه، هل لو هو اعترض على حاجه حضرتك بتقدر ان انت في الاخر ترضي العميل، ولا بتقول خلاص انت حضرتك شفته والموضوع لا طبعا انتهى بقى؟ لا طبعا، هو بيشوف، بيجي شقته بيتابعها. احنا ممكن بنصور له لو هو خارج مصر. اي حاجه طبعا بتخالف بنود العقد بتتحملها الشركه يعني. طبعا اكيد نلتزم ببنود العقد، والعميل بيتابع. معظم الناس بتحب تيجي بنفسها. بالظبط. في ناس بتبقى بتيجي تأجر شقه عشان تتابع الشغل بنفسها. زي ما انا شايفه هو في تكسير اهو معانا على الشاشه، تكسير وتقريبا بتبداوا ان انتوا تشتغلوا. ده تعديل داخلي من داخل شقه شغالين فيها تقريبا. بيفتحوا حاجه، عايز يفتح شقتين على بعض زي ما طبعا احنا شايفين كده. يعني خلينا نقول ان هو بيتابع شغله لحظه بلحظه اثناء ما الناس شغالين، بيبقى متاح جدا وبيبدا يشوف، لان دايما بيقولوا معظم تشطيب الشركات بيبقى فيه مشاكل كتيره جدا، فهو ده اللي خلاني اسال حضرتك في الجزئيه دي. دايما يقول لك يا اما بيبقى فيه مشكله في السباكه او في الدهانات، او مثلا الاساسيات مش بادئينها او بانيينها صح.
بالعكس يا فندم، ده العميل لما بيشطب لوحده ده اللي بيحصل معاه. التشطيب لا، التشطيب مع شركه وتحت اشراف هندسي بيبقى افضل كتير. تمام. خلينا برضه اوضحها لحضرتك. احنا النهارده لما بنيجي نشطب الشقه وبنسلمها للعميل، مش بنسلمه ونسيبه، احنا كاتبين في العقد شروط ان في 5 سنين ضمان الشركه مسؤوله عن الشقه. يعني اعتقد ان ده لك مفيشه، ما بتحصلش ان شركات بتقدم زي النهارده في حاجه التاسيس الداخلي مثلا زي تاسيس السباكه، احنا مش بناسس وخلاص، لا احنا بناسس وبنجيب الشركه المعتمده اللي احنا شغالين معاها بتختبر وبناخد منها شهاده ضمان وبنسلمها للعميل بالشقه بتاعته، وده بيدي للعميل يعني بيخليه مطمن ان هو فعلا شغال بماتيريال كويس، شغال بحاجه كويسه، اشراف هندسي، في شركه معتمده احنا شغالين بيها، مديله شهاده ضمان، حتى برضو في نفس اسلاك تاسيس الكهرباء نفس القصه والكلام ده كله. يعني احنا مش بنسيب العميل، بنديله ضمان معانا في العقد 5 سنين. هنروح منه فين؟ انا شايفه كمان العمال، العماله اللي شغاله طبعا شايفاهم شباب صغير، ويعني شايفه انتوا يعني بداتوا، انت بتقولي دربت، يعني انت بدات من الصفر معاهم. يعني اقول لحضرتك احنا النهارده لما بنجيب العماله عشان تشتغل، انا النهارده عشان اخرج الكواليتي اللي انا عايزه بالمستوى اللي انا عايزه متعودين عليه كعين مهندسين، لازم العامل يتدرب باسلوب خاص علشان يقدر يريحني ويقدر في نفس الوقت يطلع اللي انا عايزه، وفي الاخر الصوره تطلع للعميل بالشكل اللي احنا عايزينه. هي القصه مش قصه ان احنا نشتغل وخلاص. صحيح. احنا ما دام النهارده عاملين مبادره وحابين نخدم، يا نخدم يا ما نخدمش، فخلينا نخدم للاخر بطريقه تكون ظريفه، شكل الشغل كويس، مستوى عالي، حط فلوس ويحس ان فلوسه اتحطت مع ناس كان موثوق فيها، وبالفعل يحس ان هو خد فلوسه وزياده. تمام. يعني هي قصه مش قصه 35. انا لو حبيت طبعا، لان حضرتك المدير التنفيذي للمبادره، لو حبيت ان حضرتك توجه لي رساله دلوقتي للشباب اللي بيتفرجوا علينا، هتوجه لهم رساله هتقول لهم فيها ايه ومحتواها هيكون ايه وازاي يقدر يستفيد من المبادره بتاعت حضرتك؟ هي المبادره هدفها اولا واساسها الشباب، ان هم يشطبوا، ان هم يدخلوا في المبادره، دي فرصه للشباب كلهم ان هم يفكروا في الموضوع بشكل، لا انت بتدفع 35,000 دلوقتي وهتشطب شقه حضرتك، تاخدها حضرتك عاوز تتجوز فيها، عاوز تتاجرها، ده التشطيب. انا شايفه التشطيب فعلا، انا محتاجه تعليم. ده التشطيب ايه بقى؟ ده التشطيب سوبر لوكس ولا سوبر لوكس؟ ده سوبر لوكس، ده اللي هو ب 45,000 صح كده؟ انا شايفه في اضاءه. انتوا بتعملوا ايه فيه بالظبط؟ يعني انا محتاجه افهم. احنا عاملين هنا في السقفيه ديت حاجه اسمها جبسن بورد. تمام. انا شايفه في جبسن بورد وشايفه في نجاره وشايفه في سيراميك وشايفه حاجات كده. تمام. انا شايفه شغل فخم يعني. ده جبسن بورد، وطبعا بيت نور وليد وابواب مصفحه زي ما حضرتك شايفه. احنا عندنا طبعا الابواب المصفحه دي بنركبها في العرض السوبر لوكس. والحمد لله رب العالمين. انا عايز برضو ازاي، لا يعني انت حضرتك مشطب، بس ده مع الكميه، خلينا برضو اقول ان ده بيبقى مع عدد وحدات اكبر، يعني مش وحده واحده نقدر ان احنا نعمل بالسعر ده. والله احنا اول ما ابتدينا كنا بالفعل طالبين يكون معانا كميه، والحمد لله الكميه دي اتوجدت بالفعل. النهارده ما فيش مشكله يعني خالص. بتشطبها بالجبسن بورد بكل الكلام ده ب 45؟ الجبسن بورد انا بعمل ال 45، بعمل بيت النور واللي هو فيه الاضاءه الليد. بس مش نفس الشكل، اصل انا شايفه فيه جبسن بورد عشان برضو يبقى المصداقيه معانا. انا شايفه جبسن بورد بعرض الحيطه وفي يعني في طبقه ثانيه، فده بيبقى عشان عامله في بيتي، فعشان كده بقول لا ده تكلفته بتكون غير حاجه بتتكلم فيه. احنا بنبقى حاطين عدد متر طولي معين لجبسن بورد. أوكي. العميل لو حب يعمل اضافات بيعمل اضافات زي ما حضرتك شايفه كده. فاحنا بنعمل مثلا حاطين 30 متر طول جبسن بورد، هو حب انه يزود مفيش مشكله، دي من ضمن الاضافات اللي بتبقى زياده عن المبادره اللي هي 35,000 او 45,000. طب تعالى بما ان حضراتكم معانا النهارده ومنورينا، ما تيجي كده ندبسكم في تدبيسه حلوه كده على الهوا، ان يكون الناس اللي بتتابعنا دلوقتي ان انتوا تعملوا بنفس التكلفه دي مثلا، يعني حتى ولو 5 شقق مثلا، يعني للناس اللي ممكن توصل لنا هنا نفس التكلفه بإضافة طبعا شغلكم. ندبسكم كده شويه على الهوا؟ لا خالص، احنا الهدف من المبادره هو فعلا مساعده الناس. فنقول بقى يعني نقول مثلا من 5 ل 10 شباب مثلا، ان هم حتى لو مش داخل الكمباوند اللي حضراتكم بتشطبوه، ان ممكن يستفيدوا معانا. على فكره احنا الموضوع مش عاملينه داخل الكمباوند اللي احنا فيه، احنا ابتدينا من الكمباوند اللي احنا ساكنين فيه يعني، لكن احنا الموضوع عشان احنا من سكان مدينه 6 اكتوبر، احنا معممين الموضوع في 6 اكتوبر بالكامل. خلاص تعالى هنا في القاهره كلها. يلا تعالى ندبسهم على الهوا على فكرة.
حضرتك ما مش عارف الموضوع ده بس خالص. لا 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 خالص والله. اي حد عايز حابب ان هو شطب وشايف ان الظروف الماديه بالنسبه له مش مساعده، لا احنا نقدر نحط له برنامج يقدر يدفع الفلوس بالطريقه اللي تريحه، ونقدر نشطب له شقته بالمستوى اللي هو عايزه. القصه احنا عايزين بس نقول ان احنا هتكون معانا بنفس بالاسعار بنفس عدد الامتار للوحده السكنيه، الوحده السكنيه بتتكلموا بنفس المواصفات. خلاص يبقى احنا كده بنقول يعني بنضم برنامجنا لمبادره تعمير الشباب، ان الشباب اللي حابين ان هم احنا هنعمل بس الموضوع ده ل 10 افراد بس، يعني هيقدروا ان هم يتميزوا يعني بنفس التشطيبات دي، بس اهم شيء ان هو يكون بنفس المساحه بتاعه الوحده. بالظبط تمام. طبعا بشكركم جدا، نورتوني. في حاجه عايز تقولها؟ لان احنا في حد والله بس يعني لازم تشكر طبعا لان ليه مجهود معانا في الموضوع دوت. هو طبعا ادمن الجروب بتاع الكومباوند اللي احنا بدانا منه دجل بالمز، وهو الاستاذ سمير صبري عفيفي، لان ده كان من اول الناس المشجعين لينا وشجعنا في المبادره، وبالفعل اول بوست اتعمل كان من خلاله على الجروب بتاعنا، وكان هو كان اول الشراره اللي خلت المشروع طبعا بتاعنا الحمد لله رب العالمين في اللي احنا فيه في الوقت الحالي يعني الحمد لله. طبعا انا بشكرك جدا مهندس محمد الحناوي، ده مسؤول الدعايه والتسويق هنا. بشكرك جدا مهندس عمرو عادل مدير تنفيذي المبادره، بشكر حضرتك جدا. مهندس احمد زكي مسؤول التعاقد والتسليمات، بشكرك جدا. مشاهدينا الكرام، خلصت حلقتنا النهارده، ولكن احنا النهارده مع مبادره لتعمير الشباب.